بس والله من جديد طائر الحب الى قلوبنا لا يتقل لا هذا القديم ليزرع في كل قلب شوق خفي لمن يحب وها هي ها هي عتمة الليل زادتنا شوقا لكم ليلتئم الشمل والله طلع عمرك جاي صادق ديفيد بعدين نت ماكو مشكلة انه تبيك تبش ايها الحياة شريط والذكرى محتوى والماضي صفحة والحاضر طواه والفراق ألم واللقاء دواء والحياة صوت وأنتم صدى هنا إذاعة الحياة FM 95.5 ابقوا مع برامج إذاعة الحياة الحياة اف ام برنامج سوالف قبل طيب الله أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين يسعد مساكم وأمسية طيبة يوم السبت إن شاء الله يومكم أحبة وود وقبل أن ننتقل إلى الأحد يوم الدوام والمشقة لا والنشاط النشاط خلينا في النشاط أمنياتنا لكم بالخير وإن شاء الله نلتقي وياكم أكيد هذه الليلة وبرنامج سوالف قبل يطلع عليكم كل سبت في تمام 8 مساء يا كل الهلا بكم مستمعينا الأحبة أكيد اليوم أتواصل معكم أنا حيدر الخفاجي معدن ومقدما وتنضم إلي زميلة نور الموسوي حياك الله يا نور حياك الله يا حيدر ويسعد مساء جميع كل من يستمع لنا وأكيد لكل من انضم لنا للبث المباشر أكيد أتمنى لكم الخير إن شاء الله أحبتي مستمعينا ونبدأ بجوائز حلقتنا لهذا اليوم عندنا جائزة أولى من مطعم حيدر أبو القص شارع السعدي مقابل المكتبة المركزية وأيضا أزياء النور للألبسة الرجالية الجزائر تقاطع أبو شعير أكيد موضوع حلقتنا رح نتعرف عليه لكن بعد فاصل قصير ومخرجنا صادق السعيدي وظيفة برنامجنا هي استكشاف الماضي والتواصل وربط الماضي مع الحاضر ونبقى دائما في تواصل أيام زمان بها آثار كبيرة وكثيرة وآثار إيجابية كثيرة من عدها طبعا سنترك السلبية نبقى مع الإيجابية منها تصرفات منها طبيعة منها حركة منها بساطة الكثير 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 اللي للأسف اليوم ما نقول انفقد لكن تغير محتوى اليوم وسابق ما زال مستمر موضوع حلقتنا لكن اختلف نوعا ما اختلف من حيث المحتوى والهدف وممكن حتى بطريقة الأداء أحيانا يكون التطور والتغير نحو الإيجاب هذا جميل جدا لكن ما نتمنى أنه هو الإيجاب يبقى ويستمر الإيجاب لكن ممكن أنه أكو اختلاف يا نور أكيد طبعا حيدر بين الماضي وبين الحاضر هو فرقة يعني بالاختلاف يعني اليوم البرامج التلفزيوني والإذاعي أيام زمان من حيث الهدف والهدف والفكرة والغاية طفل مباشر إلى
دلاجة يرجع للصوت. اوكي هذا اقول احكي واقول شنو هذا اللي يحكي وياي، اريد اركز، ظليت اركز بالسالفه. موضوع حلقتنا مثل ما قلت البرامج التلفزيونية والإذاعية أيام زمان من حيث الهدف والغاية. اليوم خلينا برامج الكبار، برامج الصغار يحتاج لها أيضا حلقة خاصة. أكيد. ونتواصل أكيد، نتمنى لكم كل الخير. أحبة المستمعين، أكو واحد يتصل وأنا هو أكو أعتقد، يعني إلى متى هذا الاتصال سيبقى يرن هكذا ولا وجود له؟ نتواصل إن شاء الله عبر أرقامنا وتتواصلون ويانا أكيد أحبتنا المستمعين 0772111881 و0780023001. خلينا نذكر 0772111881 و0780023001. البرامج وبعد ذلك بربع ساعة تبدأ السهرة نقضيها مع مادتين. المادة الأولى هي الحاجز، هي مادية. بعد ذلك حلقة جديدة من أصوات وأنغام. بانتهاء الحلقة يكون الختام بالسلام الجمهوري. والآن نعود إلى سهرة الاثنين أصدقاء المشاهدين. هي متابعة لمجموعة من الأخبار وقطعت المقاطع من الأفلام، وهناك محطة أخيرة في البرنامج نتابع أبصرنا مع عدسة الفن. هيئ هذه المواد الزميل خالد ناجي هو المعد، وجاءت الزميلة خيرية حمد لتقدم البرنامج. وأهلا بأسرة عدسة الفن مع مشاهدي. نرجع نتواصل ياكم مستمعينا الاحباء ومعنا والاتصال. الو الو السلام. السلام وكل هلا. ورحمه الله وعليكم السلام. حياك الله يا ام علي. حياك الله. الله يحفظكم. حياك الله يا ام علي. كل الهلا. منورين منورين ما شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. نوركم ان شاء الله. تسلمين. الله يبارك فيك. موضوعكم حلو. كيفك؟ أنت سمعت الموضوع؟ أي زين. أنت كنت سابقا تتابعين أم علي؟ تابعين برامج؟ أي والله. أي أكثر برنامج تتذكرين؟ ماكو تسلية، كانت قبل بس التلفزيون. زين. أكثر برنامج كنت تتابعين أو متأثر به أو عاجبك؟ والله هي قبل كنا أكو برنامج اسمه شايف خير. شايف خير. مسابقات. زين. لطيف. جدا يعني. والله العظيم اتذكر حمامي يجون وصير بعد عائليه كلش حلوه كلش حلوه يعني. حلو. وقد منسجمين ونشوف النقاش الحاد حلوه كانت. هذا يعني البرنامج يعني. جميل. اليوم هل استمر هذه فكره هذا البرنامج او على اقل تقدير فكره مقاربه او مشابهه له؟ لا لا ماكو. هسه البرامج هاي كلها فيها حداثه احيانا تفسد. ما تخلي فد ذوق ولا تخلي فد معنى للبرنامج ولا فكرة وظل لك صحيح. لأنه مو كل شيء تدخل به الحداثة يصير حلو. مو كل شيء يعني. أكو شغلات أكو شغلات دخلتها الحداثة مع الأسف يعني. أخرتها هواية أخرتها. للأسف الشديد. لكن أمنياتنا أنه البقية وأيضا الإعلاميين والأفكار والمؤسسات الإعلامية تطرح ما هو مفيد من أجل عودة على أقل تقدير هذه البرامج الهادفة. هسه ماكو ماكو منتهين بس وخصوصا هسه يحترد في الانتخابات ماكو غير التصفيق والتزييف والمحيط. صحيح. حتى تبعد تشوف القنوات. هو اليوم هسه حتى بالنسبة للفيسبوك السوشيال ميديا هربنا احنا من الواقعية بالضبط، من التلفزيون الى المواقع التواصل الاجتماعي ولحقوك جماعة الخاص اللي رسلوا على الخاص. أكيد. هذا الفيديو 50 واحد يرسلوا. دقيقة دقيقة ودعوة الفيسبوك تم تاخذ راحتك حاطة بقلبك تحكي حكاية صحيح ومزلت عليك المدافع كلها بالكتايم والحس الغلط. والله صح. ما اعرف يعني شنو هالثقافة اللي وصلنا لها للاسف. يعني احنا المفروض المفروض هذا الفيس شغله في متطور وعالم متقدم المفروض نرتقي وياه حتى نوصل للمستوى. والله احنا مع الاسف يعني مع الاسف حتى كلمات حتى اسلوب كلمه الاملاء مالته كله غلط ما يعرف يكتب هو طايح لك انت هيت وانت هيت وراسه وتاج راسك فلان ايش طلعت
طلعت كلها توجو ما تهمت. أم علي أنا ممتن لي أناقة حديثك وأتمنى لك الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا مع الف سلامه. نتواصل يا صادق ايضا عندي اتصال اخر من الجهه الاخرى. الو كل الهلا عليكم السلام مساك بالخير يا طيبه تسلمين. شكرا شكرا من معاي منتهى كل الهلا حياك الله يا منتهى. حبيبتي حبيبتي شلونك؟ تمام الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله حياك الله. سمعتي موضوع الحلقه يا منتهى؟ سمعتي. نسمع رايك. اكو وايد اجتماعية هادتي يعني عائليه بس انا مش جديده ما اسالك زين. ما سمعتي يسولفولك بالبيت ما يسولفن عن البرامج ايام زمان او ما حاولتي تشوفيها بالسوشيال ميديا بالنسبه لليوتيوب او غيره؟ زين. بس حاليا مو وايد برامج. نعم. برامج خاصه مثل القادم لان اعتقد القادم كان حتى المسلسلات والافلام كلها حلوات. صح. اليوم شنو رايك بهن؟ تغيرت؟ ممتنه لك يا منتهى نورتينا تسلمين. شكرا يا ذوق. شكرا لتواصلك معنا. الف سلامه ومليون تحيه. كل انا حيدر اتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. شلونكم؟ حياك ربي يحفظك يا ولد. حياك الله اخوي ان شاء الله مرتاحين. تسلم لي. من معاي؟ انا محمد صديق خسيس نسيتني. حي الله ابو جاسم. محمد صديقك. يا انا ابو الواد كنت فادي وياي كنت عسكريين يعني انت قديم. هذا لا اقول لك انا النعمه الوحيده ما لبست عسكريه. ظلت اقول لك ظلت اشطلها ظلت يوم ارشب النار يوم الى ان والله سقط الملعون وارتحت. تحياتي للاخ على راسي. تسلم يا ولد. انت برامجكم كلها حلوه. شكرا. مواضيع تنزل بها انا اتهمها والاحتيال. اكو مواضيع باللي اذا ما اتهمها افضل يعني ما انتبه بس اكو مواضيع من انتبه لها لا اقدر اجاوب. ابو جاسم احنا اليوم غايتنا انه نوصل الفكره والموضوع لكل شخص سواء كان مثقفا او كان انسان بسيط مكمل دراسه ما مكمل دراسه. احنا اليوم نهتم بالجميع وهذا واجبنا. نعم. اكيد وهذا شرف. نعم. انه نتواصل معاكم. تحياتي لك. لا انا بسيت لي ذا مره اهم شرب شايكم. هلا وكل الهلا بيك. الله يحفظك. تتذكر ايام زمان برامجها؟ انا اتذكرها. انا مواليد 82. العمر كله يا رب. الله يطول بعمرك. يا الله يجزيك. اتذكر كان اكو مسلسلات بديله. نعم. يعني هسه نسيت هسه يعني مو نتجمع بس يعني بس انتبه له يعني وقت احنا كانت امهاتنا وهاي قبل يرحمون رحمه الله. الله يرحمه. اي يعني نتجمع عليهم. يعني كانت اكو خصوصيه لهذا البرنامج او هذه المسلسل واحد يكون يتجمع عليها وينتظر الوقت مالتها. اي اكو يعني كنا نكتم والحبايب وهاي نكتم مبارك. بس هسه هم اكو شيء قاعد تنكتم العالم اكو ناس هم مثقفين. نعم. نفس الشيء اشوف اكو جيال قبل كان عايش منطقه اشوف الجيل مال قبل عندهم يعني. نعم. مثلا الجيال عشاير الداشه السواد يهتمون يحبون اللمه هسه تتصور عليهم اشوفهم. اليوم هذه اللمه ما موجوده للاسف الشديد. لا هي قليلة قليلة كلش قليلة بس مو تجذبني. بس انا ما اقول لك هسه احنا وين اقول ناس العالم تطور شوي الفرد نزل لان ما متفهين متفهين شغلات. هسه اليوم اكو عرس الصفنة شادي لي باروكات تعدد من يومهم بيض وجيت شادي لي باروكات مذكرك بس كنت ما ادري طحت. ايش تسوي يا اخوي حبيبي ابو جاسم؟ نعم ان شاء الله. انا ممتن لحضرتك وان شاء الله اتمنى لك الخير تتواصل معنا دائما على محبه. تسلم لي يا ضيف. ميت هلا. شكرا للاتصال. حياك الله. معنا اتصال حيدر. والله اي ثينك سو ميبي على قولة محمد هنيدي ميبي يس ميبي نو. اجانا الاتصال. الو الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. كل الهلا ورحمه الله. ميت هلا. تحياتي نوره. نور
أي بليغ. حياك الله يا طيبة. تحياتي للمخرج. تحيات صادق لكم. ربي يبارك فيك. تحياتي لك يا طيبة. سمعتي موضوعنا اليوم أم طيبة؟ نعم أستاذ حيدر بالي. اليوم البرامج التلفزيونية والإذاعية أيام زمان من حيث الهدف والغاية، شنو رأيك؟ والله التلفزيون أستاذ حيدر قبل يعني التلفزيون صدق المدة مالته يعني اللي يشتغل العشرة يمكن. العشرة الصبح وأحيانا بعدين صار شوي عاد حدثه وصار بالتسعة. هذا بالعطلة. أيام الدوام بالعشرة. بس شنو يعني برامج حلوة تبقى بالذاكرة. في العالم في الأسبوع حدثة الفن يعني كانت الأحداث مالي فنانين والعالم في الأسبوع يعني براء يعني شون نعرف كل أخبار العالم من خلال هذا البرنامج فعلا. العلم للجميع تذكري العلم للجميع بلي مين كان يقدمه؟ معروف الله يرحمه هو معروف طبعا لي كابل كابل الدبار الله يرحمه اي نعم الله يرحمه كانت البرامج فعلا هادفه بس هسه يا يطلعون المسلسل ويا احداث المسلسلات وجسم اجزائها يعني تقعد سنتين طولهم ما تخلص لك مسلسل شنو مسلسل تركي نوب فوق ما 250 حلقه نوبيه خلص سبع اجزاء يعني احنا العرب ما نظلوا يسوون اجزاء صحيح فعلا. حتى احنا العراقيين همشين ظل يسوي اجزاء وما تعرف يمتى ينتهي الجزء وشنو احداث المسلسل الاول تغيرت هواي شغلات يعني استاذ حيدر هواي هواي صحيح يعني قبل كانت قنوات اثنين ممكن هي حتى احنا لا نحصرها في زمن معين هسه صارت كثرة قنوات بس تحسين بدون هدف صحيح هو هذا التشتيت طبعا اكتر. ما الله يخليك تحياتي شكرا لك شكرا لك ويانا اتصال اخر الو السلام عليكم السلام ورحمه الله حياكم اكرم حياك الله يا اكرم اهلا وسهلا ومكرم الله يحييك استاذ حي حياك الله الله يحفظك الاخ حتى اسم الاخ حبيبتي اسمي نور اني حياك الله ميت هلا يا مرحبا حياك الله اكرم اي سمعتي الموضوع اليوم اي نعم حبين برنامج عشر دقائق يوم الجمعة أستاذ حيدر يعني هو عشر دقائق بس تفيدك فعلا يا برنامج اسمع عشر دقائق عشر دقائق ها في عشر دقائق اسمع عشر دقائق صح وكان يوم الأحد أكو سهرة وفيلم أجنبي طلعونا على الأسرة كنا ننتظر تذكرين الفيلم يوم الأحد بعدين يمكن صار الاثنين لا والجمعة الظهر الجمعة كانت مسرحية الظهر جمعة مسرحية مو تذكرين اي نعم الله يعطيكم العافية زين كان ايضا برنامج استاذ مؤيد البدري رياضة في اسبوع رياضة في اسبوع احنا نتكلم على البرنامج والله صحيح اليوم شنو رأيك ايضا اكو برامج رياضية شنو رأيك بيها والله اكو نشوف من عندها بس يعني الاستفادة منها اكثر من المحاضرات من صدق يعني محرومين من عندها إن شاء الله نتمنى لكم الخير وتستفيدون دائما يا طيبة ممتنة لك يا أم أكرم شكرا لك ولاتصالك تسلمين شكرا مع السلامة شكرا لكل أحبانا شكرا يا طبعا صديقي صادق أكو اتصالاته هواي بس شوي خلينا نسولف وبعدين نرجع خلينا نذكر طبعا قبل كل شيء بجوائز حلقتنا مطعم حيدر أبو القص عنوان شارع السعدية مقابل المكتب المركزي قدمنا جائزة وأزياء النور للألبسة الرجالية الجزائر تقاطع أبو شعير أكيد اللي حبي تواصل ليانا سوالف قبل يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 8 بالليل صادق يقول لي فاصل تثبت في موقعها و عفوية صوت صار طبعا شغل سبلت الفاسد ويسب يكون الشخص الشخص عندي للعجلة له العملية هذا كم الدباغ عمره 22 سنة سارت العملية 75 دقيقة وتفتحت قطرها 1.8 سنتيمتر أعزائي المشاهدين هذه العمليات والعمليات القديمة أيضا معروفة بالعراق وربما يعني قرأنا وسمعنا عنها بهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج والنقاش حلقات قطع. السلام عليكم ورحمة الله يظل قطع.
رجال وياكم صادق ما فتح له ويلقاها كل شيء. عند اتصال. الو. الو السلام عليكم. السلام وكل الهلا. السلام ورحمه الله. شلونك شلون صحتك؟ هلا وكل الهلا بيك ام سادن. شلونك يا ام سادن؟ الله يسلمك. شخبارك؟ ان شاء الله ما تفارقك. ربي يحفظك طول بعمرك ان شاء الله. ام سادن. حياتك اللي يرضك منه. نعم. شلونك شخبارك؟ سلم عليك بنيه. الله عليك. شلونك شخبارك امورك؟ الله يسلمك الحمد لله. شلونك انت؟ نسيتيني ها؟ نسيتيني. الو. كان عندي برنامج الصبح. ايه كان تطلع وياي بنين. كان المخرج مالتنا هاني. كانت الاذاعه مالتنا اسمها نور. نور الموسوي. نور الموسوي. اهلا نور. شلونك شخبارك؟ الله يخليك. عشان سمع الصوت هذا. انت عايشه يا قلبي. شلونك انت يا اخبارك؟ حبيبتي يا بعد مشتاقين. نور ليش؟ نور اي نور من ايام زمان مقدمه. هي من ضمن الموضوع. من ايام زمان يعني برنامج كان بالفرات فعلا. مو بلي زين. اي بالفرات. حياتي المخرج نسيت اسلم عليك. كله بالحيدر صادق. يسلم عليك. الله يسلمك. اي ام سادن سمعتي موضوعنا؟ لا. احسنتي. موضوعنا هو اليوم البرامج التلفزيونية والإذاعية أيام زمان. تعرفين أنت موضوعنا برنامجنا هو سوالف قبل. أيوة خبط. أيوة. شنو تتذكرين؟ أتذكر برنامج العلم للجميع كامل الدباب. بعد. وأتذكر الرياضة في أسبوع مويد البدري. بعد. زين. وأتذكر بعد عدسة الفن. بعد. إيه. يعني هنا هذين البرامج. شلون اكو كثير. استراحة الظهيرة. هواي استراحة الظهيرة. ظهيرة الجمعة. اي وظهيرة الصبح. بعد شنو؟ بعد شنو؟ وقف والله هواي الاستاذ حيدر بس واحد من يقول لك العالم في اسبوع. اي العالم في اسبوع 90 دقيقة. اي 90 صح. تعال تعال تعال. زين تذكرين ابو بلحة؟ اي وابو كمونة؟ شنو اسم نسيته؟ ما ذكر اسم بس هم هذول ابو فارس مو؟ لا 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 اسم ابو بلح ابو كمون. اي اتذكره. نسيت المسلسل مالتهم. اي ابو بلح ابو كمون وجحال كان وجحال البغدادي. بنقل معلومات. بنقل معلومات. اي شايفه هذا الاردني اللي يقدمه بعد هذا البرنامج. طلع خلص البرنامج. غير موجود قداحي؟ لا لا بنقل معلومات كان واحد قديم. يمكن عمر الخطيب اسمه هيك شيء اعتقد. والله ما اردني اردني كان يقدمه. زين اليوم وامس شنو اختلف برايك؟ هل نفس البرامج يعني ما زالت مستمره؟ لا 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 طورت اكثر. منو طورت اكثر؟ بس مو مثل قبل كان احسن التوالي. ليش؟ شلون؟ تدري ليش استاذ حيدر؟ زين كان التلفزيون واحد واللمه وحده كل تباوع سوى صحيح؟ نعم. بس التلفزيون يبيع يعني هواي قنوات كل واحد غرفته تلفزيون. إيه يعني ما تدري مثلا قديش لما كان بالاضافه حتى لو قاعدين يشوفون التلفزيون تشوفينهم كل من ملتي بنقاله او التواصل الاجتماعي اللي هو يتعشروا نقاله وديهم. اي الله يخليك. اي فيعني تشوفين صح قاعدين سوا بس كل من متشكك. يا كلك مو يعني حتى يتعشروا يتغدوا النقال بيده اللي يسراوا ياكل باللي يبنوا شنو ما اكتبوا قضيك تهدت حرام تعمل الله حل فيك دخيل الله. والله ممتنين للشمسات. شكرك رحم الله وديكم. أطال الله في عمرك. الحلوة تسلمين لنا. شكرا لنا من الدعوات الحلوة رحم الله وديك. الله يخليك شبابك إن شاء الله. شكرا لك شمسات. حبيبتي تسلمين نيتها لي يا خبر. مع السلامة حبوب هلا. تحياتي الله وياكم حبوب. شكرا سلام كل الهلا بي شام سادن. يا اتصال. قديش اتصال خلينا. ست مرات. الو مساء الورد والعافيه. مساء الورد والعافيه وكل الهلا. شلونك زهره؟ الو راح. لا اتصال اخر. الو مساء الخير. مساء الخيرات. ناستنا اخباري الحمد لله تمام. انت شلونك اخبارك؟ ثقيلك هوايه يا انا بنشتاق اكثر. الله يخليك. شلونك اخبارك؟ الحمد لله زينه. شخبارك؟ أهلي شلونهم؟
مع صوتك بيكون الصفر اليوم. يا بعد كم في دور اول مره انا ما انا ما راح احكي ما كنت اتصل اليوم سمعتي شلون حيدر اخبارك هذه شغلات شلون اليوم قالت تكون اتصل لا يعني ما تثق بصراحه بس عندك يعني اتصلت برنامج الصباح وتذكرت المخرج طرف يعني ناسيتني ما اعرف يعني ما ادري شلون الصوت حيدر لا مو ما يعني اعرف وأنا صوتي شوي. لا أنت نسيتي. أي قولي نسيتي وفضت راحت حبيبتي شكرا لك شكرا لك لأنك نسيتيني. إيه خلاص. بس شو بدك أنا نسيت وتذكرت. يلا خلاص. تذكرين أيام زمان برامج. لا والله سألت الوالدة هسه قبل شوية. أي. ليش؟ يوم أنا كان صحتي بس تذكر ساعة شباب. طبعا خلاص يقطع يعني. صوتك ما سمعنا شويه غير مكانك والله فضل على الروح اوكي اي الو اين اسمعك اذا اسمعك يعني اذا احنا ما لنا علاقه الاذاعات برامج جديده تقريبا يعني كل يوم يعني يوم الثانية تقول فيلم هندي يطلع يوم الثلاثاء كان ميتابو كان ميتاب وميثون تذكرين؟ جبارسينج معروفة ايوه سمت برنامج كتاب هم ينسمت يعني وضع هواي تعرف ايه ما انت احكي قلت اي ما انا ما احكي ايه سمت يعني هواي برنامج الله احنا دعواتنا ان شاء الله الله يحفظها ويطول في عمرها تحياتنا الها تحياتنا الك يا خلاص شكرا جزيلا مية هلا حياك الله رجعنا وياكم مستمعينا الأحبة ومعنا اتصال ألو ألو السلام عليكم عيوني عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أستاذ وياكم نور أبو نور حياك الله أبو نور الله يحييكم جميعا مشكورين كل اللي بيك أبو نور اللي بيكم أستاذ الله يحفظك إيه أبو نور سمعت نعم أستاذ كان سابقا العلم للجميع كان يقدم المصر كامل الدبار أحسنت. هو كتاب قدام الملاح الله يرحمه صح كان يعني برنامج رائع حاله كان معلوماته ودائما نعم. كنا يعني كان اعتقد هو اكثر من يوم بالاسبوع ثلاثة يوم الاثنين ثلاثة الثلاثاء كان الرياضه في الاسبوع بنور حافظ اي صح اي بنور بما انه انت موسوعه انا احسك شو كل شيء حافظ ذكرنا بأيام زمان البرامج أستاذ أكو برنامج الله يرحمها لما سعيد تقدم المذيعة مسابقة وتحقيق الله أذكره مسابقة برنامج وتحقيق. كلش راقي صحيح حتى أستاذ يتقدم يعني أول شيء مصنع أو معمل شنو ينتج حتى النوب تسأل على ضوء هذا المعمل بالفعل وأكو برنامج آخر اسم المرسم الصغير خالد جبر احنا هذا طبعا ابو نور احنا سولفنا قلنا نخلي يعني ان شاء الله حلقه خاصه راح تكون على برامج الاطفال بشكل عام البرامج التعليميه والترفيهيه فاليوم خلينا برامج الكبار تتذكر الكاميرا الخفيه زكيه زكريا المصريه تتذكرها اتذكر نعم وايضا بعد طار من بالي برنامج من غير كلام عافيه
كان يستضيف الممثلين كذا، هو بشكل عام كان يعني بما انه يبث عبر الشاشه العراقيه فنسولف بي يعني. نعم. بعد شنو تتذكر؟ والله هذا اللي اتذكره استاذ، بس كنت اتذكر اذاعه صوت الجماهير. اي برنامج كنت اشارك فيه اسمه صوت الجزيره والخليج العربي. زين، عن شنو يتكلم هذا؟ عن كل المواضيع الثقافية سواء فنية أو ثقافية أو الحياة اليومية. برنامج منوع يعني؟ منوع نعم، يستمر ساعتين أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. أنا أصعد فوق السطح وأسمعك. الله، إحنا كنا سابقا يعني الشيخ عبد الحافظ الله يحفظه ويطول بعمره يسولف عن برامج أيام زمان، يقول قبل قناة بغداد أو القناة يعني قناة العاصمة ما توصل البصرة. قال كانت الكويت توصل عندنا افضل من اشارتها تكون اقوى. نعم، فيسولف لنا سولف هو. طبعا ايضا بعد قليل راح ناخذ حديث له ولو بسيط شاركنا به. نعم استاذ، ممتنين لحضرتك ان شاء الله ابو نور. اسال الله ان يطيل في عمرك. تسلم لي. شكرا لك على اتصالك، حياك الله. شكرا. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو الو، ياكم زهره مرتك ثاني. السلام عليكم. حياك الله اختي زهره. كل الله يا زهره، تحياتكم. شكرا. عندي شبكة مو زينة. زين. حبيبتي ست نور. مية ترى يا زهرة، شلونك شو أخبارك؟ يا قلبي. الحمد لله. تمام. إيه زهرة. حبيبتي. الله يحفظك. شلونك أستاذ حيدر؟ الله يخليك. طول لي بعمرك. تسلمين. مخرجنا إن شاء الله بخير. كله بخير إن شاء الله. تسلمين يا حيدر. تسلمين. الكل. سولفينا. تذكرين برامج؟ يا برامج. أستاذ حيدر اليوم ماكو ست تقوى. ست تقوى والله عندها ظرف بسيط، تروح وترجع مسافرة يعني. إن شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. تسلمين. كلش ذوق. ايام زمان تذكرين البرامج؟ ايام زمان اتذكر اكثر شيء احب المصارعه. المصارعه كانت يا يوم طلعوها هم كان يمكن السبت؟ اعتقد السبت. اي نعم نعم. سبت لو الجمعه؟ سبت. لا جمعه. سبت سبت. كان هوك هوجن مو؟ هوك هوجن كان هوجن هذا الاشقر. ابو المشوار بطوال. اي حلو عدنان القيسي. يابا هذا اي اي عدنان القيسي. كانوا للمعلومه كانوا يبيعوهن بكاسيتات فيديو. فيديو كاسيت كبير وكاسيت صغير. متابعتها اي شركه الحزام الازرق دائما تنتج هذه الكويتيه. اي نعم. زين بالفرعاح ومؤيد البدر العفو. يابا بعد. الكويتي هم احبه. ياهو خالتي قماشه. مال حياه الفهد. خالتي قماشه لو منو؟ اي والله سلم. اي توني والله على بالي هالشيء. خالتي ماشي؟ ايه. لا ثاني محبوبه وثاني اختي. اي ما اذكر. حلوه حلوه. كانت رغم بساطتها بيها فكره وتعالج قضايا مهمه بالمجتمع. اي صحيح. وبعد مسلسلات هوايه عراقيه حلوه تتابع. صح. خلانا الزمن ناسه شويه كلش. بعد. الحداثة اليوم صارت عصفة صريحة بسرعة يعني كل شيء تغير بسرعة والنقالات. استاذ محبوبة ومحبوبة. محبوب ومحبوبة مو؟ راحت زهرة. راحت زهرة. أحبتي المستمعين، طبعا كان حديث للشيخ عبد الحافظ البغدادي استاذنا الكبير، وكان له ايضا الشيخ عبد الحافظ طبعا موسوعه جميله واللي قعدوا وياه ميمل عنده كثير من السوالف الحلوه. اليوم قال انا راح اسولف وياكم لكن اخذناه من خارج البرنامج، كان السوالف خارج الاستوديو. وطبعا تحيه للمخرج ايضا كان المونتاج علي. خلينا نستمع له ونرجع وياكم. حقيقه برنامج سوالف قبل لما كنا في فتره الشباب نتابع بعض التلفزيونات العربيه والخليجيه خاصه في ايام الشرجي، يعني كانت اتذكر الفاو فيها تلفزيون عبادة وقطر والسعوديه بايام الشرجي، اما البصره كذلك وخاصه تلفزيون الكويت لانه بثه كان قوي في وقت البصره كان ما يوصل لها بث من بغداد، فكنا نتابع البرامج وانا كنت معجب جدا في برنامج نور على نور يقدمه المقدم المبدع احمد فراج رحمه الله عليه. وهذا خصائص البرنامج نور على نور انه يجيب بعض الشخصيات الاكاديميه وعلماء الدين ويشرحون قوانين اسلاميه، وهذه المساله لم تتكرر ابدا مطلقا، ما تكررت لا في تلفزيون ولا في ندوه ولا هم يعني اصبح المجتمع في ذلك الوقت يحظى
بثقافة كلش عامة، ثقافة واسعة من خلال هذا البرنامج. يعني مثلا يطرحون موضوع الطلاق أو الزواج أو الميراث ويبقون به ساعة أو أكثر، يتحدث الأكاديمي ويتحدث حتى العلماني واللاديني. وأتذكر أنه كان الضيف الدائم تقريبا في البرنامج المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان بوقتها شاب يعني، حتى يعني كان الكلام هذا بالستينات، كانت لحيته كلش خفيفة وبعدها سودة الله يرحمه. وهذا اللي أتذكره من هاي البرامج، إضافة إلى البرامج الأخرى، برنامج العلم للجميع اللي قدمه كامل الدباغ، وبرنامج الرياضة في أسبوع اللي قدمه مؤيد البدري الله يعطي السلامة إن شاء الله، وبرامج أخرى. أما في الراديو كان شخص يقدم برنامج يعني في نهاية الستينات اسمه عزيز المستمع. عزيز المستمع كان يعني ينقد حالة وظيفية أو قضية اجتماعية، وبعدين فهمت أنه هذا الرجل اللي يتكلم في القوة كان مدير الإذاعة والتلفزيون وقتها. هذا البرنامج عزيز المستمع جدا برنامج ذني باقيات لحد الآن في بالي. عودة وياكم مستمعينا الأحبة، وبرنامج سؤال وقبل نطلع عليكم كل سبت في تمام الثامنة مساء، وياي أنا حيدر خفاجي ونور موسوي. وجوائزنا مقدمة من مطعم حيدر أبو القص شارع سعدة طبعا مقابل المكتبة المركزية، وأزياء النور للألبسة الرجالية الجزائر تقاطع أبو شعر. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو البرامج التلفزيونية والإذاعية أيام زمان من حيث الهدف والغاية. ويانا اتصال يا حيدر. ألو. نور ونظر للعين والقلب دقات، نور ونظر للعين والقلب دقات، لو بيدي ودي الروح ما وديك المات. الله أحسنت جديد ست نور زين للي. شكرا لك يا طيب، حياك الله. شكرا يا مهدي، كل الهلال حياك الله أستاذ حيدر. شكرا يا مهدي، طيبين إن شاء الله. الله يحفظك. إيه مهدي، سمعت موضوعنا اليوم؟ يعني هو أيام قبل صحيح هي كامل الدباغ، أنا الله يرحمه أتذكر صورته لحد الآن بس نظارته أعتقد. أي الله يرحمه، مؤيد البدري الله يرحمه. ما موجود بعد ما مات. موجود؟ أي موجود. اتخذتها فلاعب لاجئ. زين، بعد شنو تتذكر؟ شوفوا هو أكثر شيء إحنا يعني منطقة الشطر العربي يعني بس بعيد. أنتم شنو كان الشرجي شنو يجيب عندكم؟ هو هذا وأنا شقي له كان يجي على هذا البرنامج يطلع بالكويت تحيا سمسم. أي البرنامج هذا أذكر عليه والله. هذا ترفيه للأطفال يعني برنامج ترفيه تعليمي. مرات تطلع هاي على القنوات الكويتية. بعد. هاي المسارة. كنا قناة إيران هذه نشوف النماز مالتها، خصوصا كانت كأس العالم تطلع عندهم. يا على قناة إيران. ليش؟ ليش؟ صور من معركة مخشوفة. معركة والله قال للرئيس. كارثة. أقول لك هو النمساوي. اللي بيذكرت بالمواضع والنمساوي بعد. يوميا حافر لنا مواضع بمكانهم. يا ويدي عليك. الحمد لله والشكر رب العالمين. زين. بعد شنو تتذكر؟ يا كسا صادين ودير بالأريال منه. اي تذكر فر الاريال. شوشت راحت ورجع لها. رجعت راحت. وجا الهواء وفتر الاريال وحط الاريال وشديت الاريال. اقول لك هذا الواير الاخضر مالتك كنا بالاخير الفتره الاخيره جبناه، تتذكره؟ كان على اساس احسن واير هذا هو اللي يسحب، تتذكره؟ بس انا اقول لك اتذكر سادات الاريال يعني. هو الواير مالت الاريال بدلناه، كان بالبدايه هذا اللي انقطع كل ساعه. واير اصير اسود هيك بيصير طيب. اي UHF. حبيبي ممتن لك يا مهدي، نورتني يا عمري. تسلم كل شكرا لك ولمشاركتك ويانا يا مهدي، حياك الله. شكرا. الله باكر الطلعين على الصباح البرنامج الصباحي. لا اني بس يا حيدر السبت. نور فقط في برنامج، لا ان شاء الله باكر تستمر وياكم ان شاء الله فرح الاسدي. ان شاء الله احنا عندنا الكثير من بدائل، اذا انكسر لاعب نبدل لاعب. شكرا حبيبي مهدي، شكرا لك يعني. تحياتنا لك وتحياتنا لكل الاحبه. نور شنو البرامج اللي كنت تتذكريها ايام زمان؟ طبعا هو البرنامج اللي اتذكره معروف اسمه،
بس اكيد يعني شايفه انت هذول اللي هم صين او يابان مسابقات تلي ماتش عارف لو الحصن او اي الحصن هم اثنيناتهم ترى البرامج لا تلي ماتش يختلف تلي ماتش اعتقد الماني اثنيناتهم يعني كنا نتابعهم بس اكثر شيء الحصن تلي ماتش انقهر انقهر يعني من اشجع واحد يعني اتوقع راح يفوز وبعدين خلنا ناخذ هذا الاتصال وبعد كمل الو الو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله مساء الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام مساء الخير مساكم الله بالخير وكل الهلا حياك الله حياك محمد قاسم حياك على راسي اخ محمد حياك الله طبعا هاي الحلقه والموضوع كلش حلو ذكرتوني بالايام الحلوه رغم ما كانت قناه وحده صحيح وكل احنا نتابعها رغم هسه يعني ستلاج وفتره القنوات بس حتى ما جاي نتابع بها شوشتنا اليوم استاذ محمد اليوم شوشنا ضاع ضاع محتوى المواضيع والبرامج صحيح. ما تقدر ما عندك وحده موضوع وكانت برامج يعني احنا بصغر سنة بس منتظرينها يعني يوم الثلاثاء كل احنا منتظرين رياضه في اسبوع ما يدل بدري صحيح يوم الاربعاء للجميع يعني اطفال احنا بذاك الوقت صحيح. وننتظر حتى المسلسلات اللي كانت تطلع كانت حلوه حتى المدبلجه مثل الحافات المياه لينشو. الافلام الهنديه هاي لينشو هاي يعني عكس الافلام والمسلسلات الموجوده هسه يعني صحيح. حتى تخاف من اطفالك ما بدك اني بابعوا هناك بس قصص هنمودي شوف قصص صحيح. يعني الطفل شوية شوش عليه يعني وكانت يعني البرامج كلش حلوة وحافظين على قلبنا وننتظرها مثلا يوم الثلاثاء السهرة كان فيلم عربي قديم برنامج سينما يحكون عن موضوع الفيلم ويبدي مثلا حافظين البرامج ومنتظرينها ونعرفها شو اسمه السينما لا المال الفيلم العربي نسيت اسمه برنامج اسمه سينما يمكن لا تنسى وقف سينما من الأرشيف سينما من الأرشيف أيبا طلعونا مثلا يوم الوسادة الخالية مثلا مال عبد الحليم حافظ مثلا يحكون عنا شوية يلا يبدي اليوم الفيلم تذكر المذيع عشان تشرح اليوم تقريبا شبه انعدمت هذه ما موجودة صحيح ما موجودة قبل كانت تنطي بالبداية تقول مثلا الآن مع فيلم السهرة مثلا بطولة فلان فلان وهذا تدور فكرة هذا أو موضوعة هذا الفيلم عن كذا كذا بعدين المهم ستجدون أي يعني عند المتابعة في ذاك الوقت استاذ حيدر كنا نعرف المؤلف نعرف المخرج يسألون عن حياتهم نعرف مثلا المسلسلات المصرية مثلا بين القصرين هاي مثلا المسلسلات القوية يعني لحد الآن حافظين مثلا تأليف من حافظين المخرج سي سيد مو سي سيد كان؟ اي كان سي سيد مثلا أنا عايش في جلباب الهجان كانت يعني حتى المسلسلات لها قصة حلوة قصصها اجتماعية يعني شلون عايشينها بنفس الوقت هسه ما يعني مع كل أسف أزيد شيء حب مراهقة يعني هاي القصص مسخت الفكرة كثيرا وصارت الفكرة غذائية فعلا ممتلي حضرتك مشكورين على شكرا والله شكرا لك ولاتصالك ولهذه المعلومات الحلوة ممتلي حضرتك وتحياتنا شكرا جزيلا يعني نروح نسمع الفاصل يعني أوكي. يلا فاصل نرجع صديق محمد علي من بغداد يقول عندي معاملة وديتها لإحدى الدوائر راجعت عليها هواية آخر شيء طبعا هذا استراحة الظهيرة وبعد مراجعات هواية أيبا تلقى لي ابشر تعال استلمها عقب باكر من أقل شيء أصير عصبية وأزعل لا 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 الصديق علي عادل من بغداد كل ما انزل للسوق حتى اشتري بعض الحاجيات اوصل للسوق وهناك انسى شريط اشتري مالي شغل بالسوق مرمان تشوفه مالي شغل بالسوق مرمان تشوفه عطيشا حطلتين وارمان اشوفه صديق سلمان داوود من حي الخليج يقول عندي خالة بالبيت كل ما اجي للبيت القاها تصيح اقولها خالة كبير شنو القضية ما تجاوب خالة شكو شكو
هذا تحشيش ايام زمان هو. حتى تحشيش الى نكهه حلوه. اكيد كان بذوق. اكيد. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا عليكم ان شاء الله، مساء العافيه. مساكم الله بالخير والعافيه وكل الهلا. الله يحفظكم وياكم. تقى محمد. تقى محمد الله يا تقى. حياك الله. الله يسعد مساج. الله يسعد مساك، الله يحفظك. يا قلبي تسلمين. اي تقى، شنو تذكرين ايام زمان بالنسبه للبرامج التلفزيونيه والاذاعيه؟ والله اتذكر مسلسل الحسناء والوحش، كنا نحبه بالنسبه للمتابعه. اي كنا يعني كلش، انه هو حلقه بالاسبوع كانت. اي بس كنا يعني موقتها ما ننسى. كان يشاع قلبنا على ما يجي الاسبوع حتى نشوف الحلقه. بعدين طلع واحد مو شبهه تراوالي هيك صغير فل. أو عندنا مسلسل الشبح الإنجليزي الأجنبي هم يطلع يوم السبت، كان هم نحب نتابع. البرامج شنو كنت متابعته؟ برامج والله هو العلم للجميع، يعني كنا نقار نقعد ويا أبونا وأمنا يعني وعلي، كل العائلة تقعد عليه، كان العلم للجميع وعشر دقائق. صح. بعد أي مسابقات تليماتش هم كنا نحبها، لأجل ننتظرها من تطلع. أي ما هذه مسابقات يعني شلون الحسن كذلك هم ترتيب بالبايسكل الحركه وكذا. اي 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 حركات حلوه يعني هيك الدمات كان عندنا يعني عزبه هاي من نشوفها. اي والله اشكال يعني حلوه تخبل. صحيح. اضافه الى يعني المسلسلات مثلا الهند والدكتور نعمان المال والبنون، مسلسلات يعني حلوه كنا نشوفها ونتابعها وننتظرها، واذا كان يومها خطاب للرئيس تروح المسلسله ما نشوفها. اي كان تارس التلفزيون. اقول لك خلي اضحكك، يقول فد يوم واحد مصلح هذا وضعيته شلون حشاش مصلح تلفزيونات، فمره جابت له تلفزيون الاخ عفس بيه عفس حرقه تمام. بس هذا كلش فد نوم يعني بايس حالته بايسين منها، جاب صورة البلعون اللي زكها لها، اجت هي قالت وين التلفزيون؟ قال لا احد جي، قلت لها شو لازق عليك؟ قالت شو سويت بعد؟ اكو غير يطلع بالتلفزيون؟ لا والله صحيح، كان يطلع بالاخبار ويعيدونه بالليل ويعسر التلفزيون ويعيدونه ثانيه وثلاث ايام. كارثه. هاي الوضع. سابعه وثالثه ودفنه. اي فعلا. ممتنين لحضرتك يا عني ست تقى. شكرا لكم. تحياتنا لحضرتك. شكرا جزيلا كل الهلا. شريهان لونيلي؟ لا مو شريهان. شريهان لا. فوازير رمضان. مو فوازير رمضان؟ اي شو اسمها فوازير؟ رمضان. شريهان هذه فوازير الامثال. ها؟ فوازير الامثال. شنو؟ شريهان 86. هاي يعني قديم ب 86 يعني بعدين تغير صوتها. حصل. عرفت ايه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. نرجع لكم مستمعينا، كان معنا اتصال لكن قطع تحياتنا المتصل. هذا اعتقد هذه فوازير كانت شريهان، كانت اول ايام ظهورها اعتقد او صار كان يعني برزت به هذه الفتره. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. حياة. نعم تفضلي. حبيت اشارك انا فاطمه حيدر. حياك الله. وسهلا بك يا فاطمه حيدر. حياك الله. والله اليوم الموضوع كلش حلو يعني شيق. ذكرتونا بايام قبيل. والله رجعنا يعني لايام قبل. اي والله. خاصه كان اكو تنظيم يعني بالوقت. صحيح. يعني للتلفزيون وقت محدد. هسه يعني اطفالنا ما مسيطر عليهم. زين. صار لك للوحده للثنتين ماكو قبل. خلاص نسد ال 8 ل 12 الظهر وصحيح؟ مو 8 بالتسعة او بالعشرة بالتسعة. اي تبدي برنامج افلام كرتون هاي الحلوة يين لينا وعدنان ولينا لين دايجر. اي هسه ماكو، كلها افلام حربية وافلام يعني ماكو رعب.
وحتى الـ حتى الـ الشخصيات مشوهة يعني ما تعرفين شنو. طبعاً كنا أثرت على أطفالنا ما جاي مسيطر. عارف من وين تجي إنه تجي للنقال والآيباد. قرر نفس المواضيع. صحيح. بالضبط. تذكرين؟ يعني أنت البرامج اللي تذكريها يعني أيام زمان كانت تعالج قضايا مهمة بالمجتمع ما تذكرين؟ قضايا اجتماعية طبعاً مفيدة. ما يجي ببالك ما يختار ببالك قصدي برنامج اسم من هذه الأسماء؟ والله برنامج علمي أكو حلوة برنامج للأطفال. زين. موجود إيه لكن ممكن إنه يعني يضيع بين زحام البرامج. يعني قلنا نلقى برنامج بفائدة. صحيح. نعم. قلنا ما نلقى برنامج بفائدة. لا طبعا ما داموا يكتلجون لهذا البرنامج اكو غير شغلات تأثر عليهم. احسنتم ممتنين لك فاطمة. شكرا جزيلا. نشكر التواصل ان شاء الله اتمنى لكم. شكرا يا فاطمة. الله يخليك. مليون تحية والف سلامة. شنو محضرنا يا صادق حتى نرجع نكمل برنامجنا؟ أقولك شو اسمه البرنامج زراعي؟ المجلة الزراعية. المجلة يابا. المجلة الزراعية. ذكر هاي متطلع حجني سوى. لأنه عشان اتصال يرد عليه. الزراعية أبو هذا طبعا كان برنامج جميل يعني كنا نتابعه والله يعني البرامج كانت سابقا يعني حتى لو مثلا مو من اختصاصنا وما نحب نتابعها اي كبار وصغار تشوفها يعني مو هذا محدد اللي فلان فئه صح لا الكل تقعد تتابعها يعني كان يعني كان الوقت من ينسدل التلفزيون نروح ننام حتى نقعد العصر ده نفتح التلفزيون كان يتحدث عن الآفات الزراعية وغيرها اللي يتأثر على شلون طرق العلاج حتى كيفية الحصول على العلاج المناسب. عندنا اتصال يا صادق خلينا ناخذه. ألو ألو قطع الاتصال. تحياتنا لمتصلنا الكريمة من الخير إن شاء الله وألكم جميعا. المخرج يقول لكم خمس دقائق نصل وإياكم إلى فاصل أخير يا صادق حتى نجري القرعة وأكيد راح نشوف منه راح يكون ويانا مترشح. تضرب علينا منين؟ الله هذا البرنامج بقرة. أيوة شلونك؟ شو اسمه هذا؟ من هذا أسألكم واحد. شنو؟ أسألكم واحد ثلاث. لا شنو مني شيء؟ اسمه ابني. وخالتي بركة عندها بقرة. وفي العافية روح. خالتي بركة إذا بحث بقرتها. خلي شو قرعة يا زاد. ما دمج. ما دمج. بقرتنا وركبت بقرة. خالتي بركة في قدر واحد. بقرة بالمرة
حياكم الله مستمعينا الاحباء وجرينا القرعه واللي فازوا ويانا رقم 11 ورقم 13. هذا اختبار طبعا لنا. بعيد برا بعيد. اللي فاز ويانا طبعا رقم 11 هو محمد قاسم ورقم 13 فاطمه حيدر. اتمنى ان يتصلون بعد البرنامج، انتظرونا بحلقات قادمه. شكرا يا نور. ما قلت شنو فازوا؟ جائزة من الله. أي؟ خلني أتذكر. أريد بس أشرد البرنامج. طبعا اللي فاز ويانا محمد قاسم طبعا جائزة النور، أزياء النور وللألبسة الرجالية. بعد ما نقدر عليه. و حيدر أبو القص فازت ويانا فاطمة حيدر. العافية. تحيات. الله يعافيك. شبعت مو؟ خوش شمس. انتظرونا بحلقة قادمة من برنامج سوالف قبل، إن شاء الله نطلع عليكم دائما بالخير والمحبة. وهذه مؤثرة تعتبريها والموسيقى. شكرا نور مرة ثانية. حياك الله يا حيدر. تحيات صادق سعيد ومخرجا. في أمان الله. مع السلامة. شلون المؤثرة؟ هيك شوي قاعد قلبت الدنيا. لو أقعد هواي شلون؟